ومعنا من باريس دكتور ألبير فرحات الخبير في قضايا الإرهاب الدولي. مرحبا بك معنا دكتور ألبير في هذه الساعة. هل من تعريف دكتور ألبير لما تعرض له دونالد ترامب في قانون الإرهاب الدولي؟ هناك تعريف أيضا أنك تحصد ما زرعت، الأولى. الثانية القرق الأمني الذي عرفته البارحة الولايات المتحدة الأمريكية في أعظم عمل سياسي، ألا وهو تحضير لعملية انتخابية رسمية في البلاد. الثالثة أيضا تدخل في ضمن قائمة يعني الاستهتار بأمن المرشح الرئاسي، حيث تقدم أحد الأشخاص بمحاولة تنبيه رجال المخابرات المركزية الأمريكية بتسلق الشخص الذي قام بالاعتداء لأحد أسطح الأبنية، ولم يأخذ الأمر بعين الاعتبار. الموضوع طب حتى لا نفوت ما ذكرته دكتور ألبير، من المنتظر حسب البيت الأبيض أن يكون في تحقيق موسع فيما جرى، لكن الجمهوريين الآن يبدو بأنهم يحملون إدارة بايدن مسؤولية ما حدث. ما هو شكل الإخفاق الأمني الذي حدث في التجمع الانتخابي في بنسلفانيا؟ يعني عندما نزرع العنف سوف نحصد هكذا أعمال. الرئيس السابق ترامب خلال حملته الانتخابية وخلال المناظرة التلفزيونية التي قام بها مع بايدن كان العنف مسيطر عليها بنسبة 90%، وهذه هي كانت القراءة المقدمة من الصحافة الأمريكية. لكن عندما لا يعترف الرئيس الحالي بايدن بما يقوم به هو وفريقه وما يقوم به بالمقابل ترامب وفريقه أن هناك حرية للرأي العام، سوف تفلت الأمور، وهذا ما حصل، وتؤدي إلى صعود اللهجة والوصول أيضا لاستعمال العنف. هناك تحريض على هذا العنف وما قاله ترامب. هل ما إذا عرفت الدوافع، يعني حسب الخدمة العسكرية التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع ما حدث، ما الذي يمكن أن تضيفه معرفة الدوافع في هذه القضية؟ أيضا تزيد من درجة العنف في المجتمع، وسوف تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا رأي الخبراء الأمنيين الأمريكيين، سوف تشهد عمليات مماثلة أكثر عنفا، ويذكرنا ما حصل في أوكلاهوما في السابق. لكن أيضا هناك آراء وهناك بعض الجهات تقول أن أيضا لترامب قد تكون هناك يد في هذه العملية من أجل فتح الطريق وتصبح من دون أي عائق أمامه للوصول إلى الرئاسيات الأمريكية، ويكون منصب الرئاسة مضمون 100% له بعد هكذا عملية. لكن سنترك الأمر لقنوات التحقيق من أجل الوصول إلى نتائج، ويا ليت أن لا نقع في نفس النتائج التي وقعت أبان إحدى العمليات التي اغتالت رئيس مرشح ومنتخب للولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك جزيلا على هذا الشرح دكتور ألبير فرحات الخبير في قضايا الإرهاب الدولي، كنت معنا من باريس.